أهلا بكم. دول الجوار العراقي وتأثيرها في العملية السياسية العراقية، أبرز ملفات ساعة حرة اليوم مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي ينضم إلينا من بغداد، ويشاركنا الحوار من نيويورك نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا سكوت كاربنتر، وهو كبير باحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. أبدأ معك من بغداد مع الوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أهلا بك في ساعة حرة. أريد منك بداية، وأنتم في فترة انتقالية في العراق، أن تقيم لنا بشكل موجز لو سمحت السنوات السبع في تجربتك في وزارة الخارجية العراقية، ما أبرز نجاحاتكم وما أبرز إخفاقاتكم؟ شكرا شكرا أخ حسين. حقيقة تجربة صعبة ولم تكن سهلة إطلاقا خلال هذه السنوات التي قضيناها في وزارة الخارجية وعملنا فيها في ظل حكومات مختلفة وأوضاع سياسية وإقليمية وأمنية مختلفة. أعتقد أبرز نجاح هو كسر طوق العزلة عن العراق اللي كان محاصر ومبعد ومهمش ومحكوم بقرارات دولية عديدة ومعزول عن محيط العالمي والإسلامي والعربي. هذه العزلة أعتقد بأننا والحكومات المتعاقبة سوية نجحنا في كسر طوق العزلة هذه. النقطة الأخرى، هذه المؤسسة مؤسسة وزارة الخارجية تحولت من مؤسسة أمنية صرفة تابعة للنظام أو لأزلام النظام إلى مؤسسة عراقية وطنية مفتوحة لكل العراقيين لخدمة بلدهم خلال السياقات والدورات ودورات التأهيل التي فتحت في هذه الوزارة على قدم المساواة ومن خلال الإعلانات العامة لكل أبناء العراق من شمالي إلى جنوبي. بالتأكيد تحققنا تقدم جيد وطيب لإخراج العراق من أحكام وبنود الفصل السابع. لم نتوفق كلية لأن هذا البلد كان محكوم بأكثر من 70 قرار دولي تعلق بملفات عديدة، ولكن من خلال التزام الحكومة وإقرار الدستور وتشريعات معينة تتعلق بالتزامات العراق، أعتقد بأننا قطعنا شوط بعيد جدا لتخليص العراق. الموضوع الآخر، يعني كل الملفات الخلافية جرى فتحها مع دول الجوار، مع إيران، مع الكويت، مع بقية الدول. أيضا نجحنا سوية كحكومة أو كحكومات في إسقاط ديون هائلة على كاهل الشعب العراقي من خلال مغامرات وسياسات النظام البائد الجائرة، وأعتقد مسألة المكاسب طويلة. بالنسبة للإخفاقات، حتى نكون صريحين وواضحين، يعني لتمثيل البلد وقيادة السياسة الخارجية لأي بلد في العالم، هذه السياسة تعتمد على الوضع الداخلي وعلى مدى تماسكه وعلى وحدة الموقف والقيادة والموقف السياسي في التعاطي مع كل الملفات الدولية والإقليمية والأخرى. هذا لم نتوفق فيه كلية، يعني بسبب تعدد القيادات، بسبب تعدد المرجعيات، بسبب التداخل الموجود في النظام. يعني هذا أعتقد بأنه هذه الحكومة والحكومات القادمة يجب أن تنتبه، يعني موقف الدولة يجب أن يكون موحد، الجميع يتحدث بنفس اللغة، بنفس لغة المصالح الوطنية العراقية العليا، بدون محاباة، بدون تمييز مع هذا الطرف أو هذاك، وبدون أن يمثل تكوين موقف السياسي من هذه الدولة أو تلك. نعم سيد الوزير، يعني ربما تشير في ذلك إلى أنه في أحيان كثيرة كان يصدر عنك تصريح محدد في شأن أزمة أو ملف خارجي، ويصدر تصريح ربما مناقض له أو فيه بعض الاختلاف من قبل مسؤولين آخرين في الحكومة العراقية. هل ذلك سببه داخلي يتعلق بطبيعة انتماء كل مسؤول؟ إلى أي مدى نجحت في أن تخرج نفسك وصفاتك وموضعك موقعك كوزير للخارجية من أنك تنتمي إلى الطرف الكردي في المعادلة الداخلية العراقية؟
حقيقة لم نمثل الطرف الكردي، مثلنا العراق ودافعنا عن حقوق العراق ومصالح العراق وتمثيل العراق إطلاقا. بالعكس، مهمتنا كانت إطفاء الحرائق أكثر شيء من خلال هذه التصريحات التي كانت تصدر، وهي بالضد من السياسة العامة والتوجه العام للدولة. كانت هناك تناقضات، كان هناك تداخل، وكان هناك تصريحات، والكل يعطي نفسه الحق في الحديث عن أي موضوع وأي ملف، وبسبب حرية الإعلام والتعددية التي حدثت في العراق، لذلك خلق هذا الوضع إرباك وتشويش كبير جدا، وعدم احترام مرجعيات عمل الدولة في التعاطي مع هذه الملفات. فعانينا كثيرا يعني من هذا الموضوع، يعني خلال كل الحكومات التي مضت أو التي حكمت سابقا، بسبب غياب هذه الرؤية الموحدة واحترام عمل الدولة ومرجعيات الدولة في التعامل والتعاطي مع قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية، بالعلاقات المتعددة الأطراف. نعم. وأصحاب ومن ناس هم غير أصحاب الشأن والاختصاص في كثير من الأحيان، وغياب المعلومة الأكيدة في التعامل. هل يعود ذلك إلى غياب تنسيق حينذاك، أم أن تلك كانت مناكفات مقصودة في إطار السجلات الداخلية العراقية؟ يعني أليس هناك آليات تنسيق بين وزارات الخارجية والأطراف الأخرى التي كانت تصرح؟ كان هناك كان نعم كان لا لا كان هناك اجتهادات شخصية كثيرا، والكل حقيقة يعني تدخل في الشأن الخارجي، يعني باعتباره موضوع سهل، موضوع إعلامي، موضوع بارز. فلذلك لم نسمع، إذا نلاحظ كم المعلومات والتصريحات والمواقف التي صدرت من سياسيين، من برلمانيين، من وزراء حول القضايا الخارجية، وقياسا بالتحسين الأوضاع الداخلية، من خدمات، من ماء، من كهرباء، من تخطيط، من برمجة، من تنمية، من قضايا زراعية واقتصادية، تلاحظ أنه في فرق كبير جدا. نعم. لأن هذا الموضوع موضوع جذاب بالنسبة للسياسيين والأخوة الآخرين. نعم. فلذلك الكل كان يدلو بدلوه. بالنسبة لنا حافظنا على مصداقية معينة في التعامل مع هذه الملفات الدولية والعربية والإقليمية، والحمد لله كان موقف وزارة الخارجية هو الموقف الرسمي والأساسي اللي تعتمد عليه هذه الدول في التعاطي مع قضايا العراق. نعم، دعني لو سمحت أشرك معنا من نيويورك سكوت كاربنتر، وهو كبير باحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وقد كان مساعدا لنائب وزيرة الخارجية الأمريكية، وقد عايش الفترة الأولى من التغيير في العراق، وأنت طبعا أنتم على معرفة شخصية سكوت بعد 7 سنوات. كيف تقيم عمل وزارة الخارجية العراقية، وماذا لديك تقوله للسيد زيباري في بغداد؟ أقول ربما إنه قاس بحق نفسه. الإنجازات التي قامت بها وزارة الخارجية كانت ممتازة في فترة ضيقة من الوقت، وقد قادها طبعا بتمكن، وهوشيار كان له تأثير كبير ليس فقط على بلادي هنا ولكن أيضا في أوروبا وفي باقي العالم العربي. أعتقد أن وزارة الخارجية توصلت إلى إنجاز الكثير وعملت مع الحلفاء والشركاء، وتكلم أيضا عن التخلص من الفصل 7 والقرارات التابعة له، وكذلك إسقاط ديون العراق الهائلة وإعادة العراق إلى الخارطة وإعادة إدماجه في جامعة الدول العربية. بالتالي إنجازات كبيرة متميزة، والواقع أن الكثير من السياسيين تكلموا في سياسة الخارجية يعود أيضا إلى أن العراق أصبح حكما ديمقراطيا، فنحن نعاني من المشاكل نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. وزيرة الخارجية لديها ربما موقف مختلف من وزير الدفاع أو حتى من الرئيس، وهذا يحصل بين فينة وأخرى. وطبعا هناك الكونغرس الأمريكي أيضا،
وفيه 530 شخصا ربما يودون أن يصبحوا وزيرا للخارجية ولديهم رأيهم حول إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها الخارجية. عندما ننظر إلى كل هذه المجالات وكل القطاعات في العراق التي وفي السنوات السبع الماضية دأبت على إعادة بناء نفسها، أعتقد أن وزارة الخارجية هي من بين قصص النجاح المتميزة في إطار العراق الديمقراطي الحديث. نعم سيد زيفاري وزير الخارجية، يعني طبعا هناك ملفات كثيرة سنفتحها، يقول البعض أن يعني البعض المنتقدين أن العراق لم يتمكن تماما من أن يحسن العلاقات مع الدول العربية، بقيت هناك الكثير من الملفات العالقة سنناقشها تباعا، ولكن بما أننا يعني قبل الفاصل نتحدث عن وزارة الخارجية، كان هناك أيضا اتهام بأن الوزارة في بنيتها الداخلية ربما مالت نحو تفضيل العامل الكردي أو الموظفين الأكراد داخل الوزارة على حساب آخرين، وهذه ضمن الاتهامات التي وجهت إليكم، هل لك أن تطلعنا على طبيعة التطور داخل وزارة الخارجية العراقية فيما يتعلق بالكفاءات؟ من أين انتقيتم الموظفين وهل فعلا فضلتم الأكراد على غيرهم؟ أول شيء خليني أسجل تقديري لملاحظات الصديق العزيز سكوت كاربنتر اللي عمل معنا في فترة عصيبة جدا، ونقدر له دعمه وتفهمه للتحول الديمقراطي الكبير الذي حصل في العراق. حقيقة هذا النوع من الكلام عبارة عن اسطوانة مشروخة أنا أسميها، لأن الوقائع والحقائق حسين تتحدث عن نفسها، يعني في ملاكات الوزارة، في التعيين، في فتح باب التعيين في الوزارة من خلال الإعلانات العامة ومن خلال الامتحانات والدورات التأهيلية، ونسبة التمثيل الكردي في هذه الوزارة وفي البعثات والسفارات، أتصور الأرقام نفسها تتحدث أو تتكلم عنها، فما أريد أعطي لنفسي أي امتياز إلى آخره. نحن التزمنا بقواعد وأنظمة الوزارة وحسناها وعدلناها، والكرد كانوا محرومين سابقا يعني من العمل في هذه الوزارة الأمنية إطلاقا وفي مؤسسات أخرى، لأن هذه الوزارة كانت من الوزارات المغلقة على أعضاء حزب البعث ورجال المخابرات والمقربين من السلطة وأبناء الذوات، يعني لم تكن حقيقة مؤسسة عراقية مفتوحة للجميع. هذا الطوق كسرناه في تقديري، يعني من خلال قبول جميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وانتماءاتهم القومية والطائفية والمذهبية، وتمثيل العراق تمثيل حقيقي في البعثات والسفارة. وأنا سعيد جدا، يعني أحد المسائل الأخرى اللي نجحنا فيها يعني تحقيق قدر كبير جدا من سيادة واستقلال العراق من خلال المفاوضات الجدية مع حلفائنا في الولايات المتحدة لإقرار اتفاقية سحب القوات واتفاقية الإطار الاستراتيجي، والآن لدى العراق 86 بعثة دبلوماسية في كافة أرجاء العالم، ومؤخرا حصلنا على موافقات من 54 دولة لقبول سفراء جدد. مسألة تعيين السفراء تمر في جميع المراحل الديمقراطية والدستورية والبرلمانية، من البرلمان العراقي من مجلس الوزراء إلى البرلمان وإلى مقابلات، وبالتأكيد هناك مراعاة لتمثيل المكونات أو الشعب بلا شك. لكن نحن حاولنا من جانبنا أن نحقق المعيار الكفاءة والقدرة على تمثيل العراق في هذا المجال، بس أنه في تمثيل كردي أكبر في وزارة الخارجية لا حقيقة. علاقات العراق أيضا، نعم هذه سنتحدث عنها بالتفصيل، سنتحدث عنها بالتفصيل سيد الوزير بعد الفاصل لو سمحت، سنناقش بالتفصيل هذه المسألة. لدي سؤال واحد بعد فيما يتعلق بموضوع وزارة الخارجية، ثم نتابع في الدول العربية ودول الجوار والعلاقة مع الولايات المتحدة. مشاهدي الكرام نعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.
نتابع مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من ساعة حرة، وفيها ضيفنا من بغداد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ومن نيويورك سكوت كاربنتر مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا. معالي الوزير، في بغداد هناك مسألة بالتأكيد أنت على اطلاع عليها وتلقيت الكثير من الشكاوى في شأنها أثناء هذه السنوات السبع، لكن أريد منك أن تطلع المشاهد العراقي على ماذا فعلتم حيالها والمتعلقة ب قيمة جواز السفر العراقي. هناك الكثير من العراقيين للأسف يعني يتحدثون إلينا ويقولون إن السفر عبر جواز السفر العراقي هو معاناة حقيقية لما يعانيه هؤلاء على المطارات، لا أتحدث عن المطارات الغربية فحسب، إنما على المطارات العربية بالدرجة الأولى، هذا إذا تمكن هؤلاء العراقيون من استحصال تأشيرات دخول. ماذا فعلتم حيال هذه الأزمة؟ وأيضا مسألة متعلقة بإجراءات استحصال العراقيين في الخارج على جوازاتهم، يطلبون منهم أوراقا غير موجودة في العراق بسبب الظروف التي كانت معروفة. أولا، الجواز العراقي هو هوية المواطن وبالتأكيد محترم، يعني ليس غير مقدر كما يشاع. لكن لمعلومات حضرتك والمشاهدين، أولا وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن إصدار الجوازات، هناك وزارة أخرى هي وزارة الداخلية هي التي تصدر هذه الجوازات. العراق أعتقد ضرب رقم قياسي في تغيير وتبديل جوازاته مع الأسف الشديد خلال فترة السنوات السبعة، وعدد الأرقام التي غيرت من H إلى G إلى S إلى I، هذا خلق إرباك كبير جدا حتى لدى الدول اللي تتعاطى مع هذا الجواز. لذلك الجواز العراقي دائما يلاقى بوقفة يعني في المطارات أو في دوائر الهجرة والجوازات ونقاط الحدودية إلى آخره. أي بلد أو أي دولة يجب أن تلتزم حقيقة بسياق معين، وأن يكون هذا الجواز معتبر ووفق القياسات والمعايير الدولية. حاليا هناك جهود من قبل وزارة الداخلية والحكومة لإصدار جواز ثابت ونهائي وفق المواصفات الفنية العالمية. طبيعي لم نتوفق، أو حقيقة أو الجهات المعنية لم تتوفق في فتح مكاتب لإصدار هذه الجوازات في السفارات العراقية. للأسف الشديد أحد المسائل اللي جابوها حلفائنا وأصدقائنا الأمريكان هو مركزية إصدار هذه الجوازات بقبل وزارة الداخلية، وجادلنا معهم في وقتها بأن البعثات الدبلوماسية العراقية يجب أن يكون لها هذه الصلاحية. فهناك حاليا جهود لنصب محطات لإصدار جوازات، ولكن نحن متخلفين جدا جدا حول هذا الموضوع، ونحن نتقبل شكوى المواطن ومعاناته. وحقيقة نحن كلنا كحكومة مسؤولين عن عدم تقديم خدمة جيدة ونظيفة للمواطن، وأن يحترم الجواز العراقي في كل مطارات العالم. سابقا كان هذا الجواز محترم جدا في أوقات سابقة، وحتى بسلت التأشيرات والفيز، ولكن بسبب الأوضاع المختلفة التي مرت على العراق، الأوضاع الأمنية والسياسية والهجرة وتبديل وتغيير الجواز في رقم قياسي، يعني خلال السنوات الأربعة الماضية إذا نحسب المرات اللي غيرنا فيها الجواز، يعني بحساب أي دولة رقم قياسي مع الأسف الشديد. لننتقل إلى الملفات الخارجية، سأعطي الكلام لسكوت كاربنتر في هذا المجال. ليبدأ معك سكوت، لنفتح ملف إيران والعراق، كيف تقيم الدور الإيراني في العراق؟ هل هو يعني الكثير من الانتقادات أنه دور سلبي؟ اليوم هناك حديث يعني صحفي في صحيفة الشرق الأوسط لمستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي، تحدث فيه عن نفوذ إيراني ولدول أخرى من دول الجوار وتؤثر ربما في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية. ما هو تعليقك في هذا المجال وسؤالك إلى السيد الوزير؟ أعتقد وبالنظر إلى أن إيران هي جار مهم لديه تاريخ طويل مع العراق، أعتقد أن إيران
تحافظ على تأثير وتحاول أن تزيد من تأثيرها على العراق، ولكن أعرف أيضا الكثير من العراقيين الذين هم يفخرون ببلدهم كما نحن نفخر ببلادنا، والذين لا يهتموا بالسماح لإيران أن تلعب دورا غير ملائم في العراق. والواقع هو طبعا أن هناك الكثير من التدخل الحاصل في أماكن كالنجف أو مناطق أخرى، وهناك أيضا الإيرانيون الذين يأتون لشراء المباني في هذه المنطقة. ولكن ما يقلقني هي المسألة التي أشرت إليها، أي أن هناك مسؤولين إيرانيين يحاولون أن يؤثروا مباشرة على عملية تشكيل الحكومة في العراق، وهذا يقلقني إلى حد ما، ولكن ليس بطريقة كبيرة، لأنه في الماضي رأينا أيضا أن السياسيين في العراق تمكنوا من التوصل إلى توازن بين القلق الداخلي والاهتمام بالعراق داخليا والحوكمة الذاتية، وتدخل الدول الخارجية بمعنى أنهم لا يريدون أن يستمعون إلى الأوامر التي تأتي من الخارج. نعرف أن هناك الكثير من العراقيين الذين قتلوا من الشيعة في الجنوب، الذين قتلوا في حربهم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فأعتقد أن تأثير إيران يمكنه أن يكون إيجابياً بمعنى مثلا التبادل التجاري والثقافي وغيره، ولكن عندما نصل إلى محاولة التلاعب بالنظام السياسي، وما هذا ما حاولت إيران أن تفعله أكثر من مرة، وزادت من ضغطها على إيران وكانت ردة الفعل سلبية. إيران كانت تضغط على السياسيين الذين اعتبروا مقربين منها إلى حد كبير، فالإيرانيون يجدون أكثر وأكثر أن العراق دولة صعبة بالنسبة إليهم، والولايات المتحدة الأمريكية كحكومة ستستمر في مراقبة الوضع والتعقيب عليه والتشديد كلما رأت أن أمريكا تفرط في استعمال نفوذها في العراق وتتدخل في أماكن لا يجدر أن تتدخل فيها. ولكن أفضل طريقة لصد التدخل أو النفوذ الإيراني كان الشعب العراقي ورجال السياسة في العراق الذين لا يريدون لإيران هذا الدور في العراق. نعم، سيد وزير هشار زباري في بغداد، هل فعلا الدور الإيراني يعني يمكنه أن يكون إيجابيا في مرحلة مقبلة؟ أنت أيضا من خلال هذه التجربة في وزارة الخارجية، هل لاحظت أن الدور الإيراني كان يهدف إلى ما وصفه قبل قليل سكوت كاربينتر بأنه تلاعب بالنظام السياسي ليسير هذا النظام السياسي وفق التوجهات الإيرانية ووفق ما ترى إيران أنه الأفضل لمصلحتها هي لا لمصلحة العراق؟ لا، بالتأكيد إيران بالنسبة للعراق جار أبدي وجار قوي وجار تاريخي وثقافي وحضاري، وهناك تاريخ من العلاقات الصعبة والجيدة والمتوترة والعلاقات العداوة من خلال الحروب والتدخلات، يعني هذه كلها حقائق لا أحد يستطيع أن يقفز عليها. لذلك من خلال عملنا وتعاملنا، حقيقة تعاملنا بنية حسنة وصادقة في معالجة هذا الإرث الثقيل والكبير من الملفات في جميع المجالات الإنسانية، الحدودية، الأمنية، الدبلوماسية، ولم تكن سهلة. أستطيع أن أقول بأن جزء كبير جدا جدا من عمل وزارة الخارجية اليومي يتعلق بالقضايا اللي نتعامل معها مع جارة إيران وجارة تركيا، يعني برقم كبير جدا من القضايا والأمور والإشكالات. بالتأكيد إيران كأي دولة أخرى لديها مصالح في المنطقة، وأيضا كما قال صديق سكوت كاربينتر لديها حلفاء يعني من جميع المكونات والأطراف في العراق، وحاولنا أن نبني العلاقة على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاطي من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية لمعالجة هذه القضايا، ولكن دائما لم ننجح في هذا الموضوع بسبب تشابك العلاقات والتدخلات في هذا الموضوع.
نعم سيد وزير، السؤال محدد لو سمحت، هل وصلت علاقة إيران بحلفائها في العراق، هل وصلت هذه العلاقة إلى الإضرار بالمصالح الوطنية العراقية يوما ما في تقديرك؟ لا أعتقد بأن أي طرف من الأطراف العراقية سوف يحاول الإضرار بمصالحه في سبيل دولة أخرى، خاصة وكل هؤلاء السياسيين هم حاليا بطريقة أو بأخرى أصبحوا حكام لبلدهم، سابقا كانوا في المهجر ولاجئين أو مهجرين أو في المعارضة، حاليا هم أصحاب البلد، فلماذا يكونوا تابعين أو يتبعون دولة أخرى على حساب مصالحهم وبناء بلدهم ودولتهم؟ هناك تأثيرات بلا شك، لا أستطيع أن أنفي هذا الأمر، وهناك تدخلات، يعني تدخلات في هذا الموضوع من قبل إيران ومن قبل دول أخرى. يعني أنا من الناس الذين قالوا يعني بالفم الملآن وعلنا وفي مؤتمرات عربية ودولية بأن الصراع على مستقبل العراق حاليا تقوم به دولتين غير عربيتين، هي إيران وتركيا، والعرب أو الجانب العربي غائب أساسا في هذه المعادلة أو هذا الصراع، وهذه حقيقة يعني شاهدناها ونشاهدها يعني يوميا من خلال التعاطي مع هذه الأمور. فبالنسبة لإيران حقيقة لديها مصالح، تريد أن تكون دولة مؤثرة قوية ليس فقط في الموضوع العراقي، في الخليج، في لبنان، في فلسطين، في غزة، في أفغانستان، في قضايا أخرى. نعم. فهذا واقع وحقيقة، والحل أمام العراقيين هو بناء حكومتهم المستقلة وبناء بلدهم والوحدة في الموقف، في التعاطي سواء مع الجانب الإيراني أو مع أي بلد آخر. نعم سيد الوزير، يعني بعد الفاصل سأستكمل معك وأسألك عما إذا كان تشكيل الحكومة يستوجب فقط وحدة داخلية أم أيضا هناك تدخلات خارجية في موضوع تشكيل الحكومة العراقية. نتابع مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. عودة مشاهدينا الكرام ومتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة. سيد وزير الخارجية العراقي هشام زباري، ما تعليقك على الكلام الذي تفضل به مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي بحديثه عن يعني نفوذ جنرال قاسم سليماني الضابط الإيراني في العراق وعلاقاته مع قوى سياسية عديدة؟ هل وصلت الأمور وفق تقديرك إلى تدخل إيراني مباشر في موضوع مفاوضات الحكومة التي يعني يراد تشكيلها في العراق، ولكن الأزمة لا تزال قائمة؟ هل تريد إيران أن تضع يدها كليا في شكل هذه الحكومة؟ لا أخ حسين، ما أنا قرأت تصريحات الأخ موفق، هو ما ذكر أي اسم، أعتقد كان يقصد يعني هذه الشخصية في إيران. بالتأكيد شخصية مهمة ومؤثرة في النظام السياسي الإيراني، وعنده علاقات يعني مع أطراف عديدة جدا. إيران من مصلحتها أن ترى حكومة صديقة حليفة لها في العراق، بالتأكيد لا تريد أن ترى حكومة غير صديقة لها، وأعتقد هذا من مصلحتها يعني من منطلقاتها. لكن قرار تشكيل الحكومة هو قرار غير إيراني وغير أمريكي، هو قرار عراقي بالدرجة الأولى، والحل يأتي من الداخل. ولكن قلنا سابقا، وأنا ربما من أوائل الناس اللي قالوا بأن الانتخابات اللي صارت عندنا في شهر آذار الماضي هي ليست فقط انتخابات عراقية وطنية، ولكن انتخابات إقليمية، فهذه الدول الإقليمية أيضا من مصلحتها أن تؤثر على نتائج هذه الانتخابات وعلى النتائج السياسية لتشكيل التوليفة الحكومية الجديدة. ربما إيران أحد الأطراف المعنية في هذا الموضوع، كذلك دول أخرى حتى
نكون واضحين وصريحين في الموضوع. نعم، يعني فقط في موضوع التوضيح لما قال السيد الرباعي، قال ان جنرال سليماني ربما له القول الفصل في الملف العراقي، البعض فسر ذلك انه له القول الفصل في العراق، انما الواقع انه قصد له القول الفصل في الملف العراقي في السياسة الإيرانية حيال العراق، وفق ما أوضح لاحقا وتبين من تصريحه. سكوت كاربنتر، ما هو تعليقك في شأن العلاقة العراقية مع الدول العربية؟ موضوع السعودية كان لا يزال هناك الكثير من التساؤلات في هذا الشأن، وهناك أيضا كان بعض المشاكل مع الكويت، كيف تسأل عنها؟ ماذا تقول لوزير الخارجية في هذا الإطار؟ بصراحة خاب أملي بعد الشيء بالسرعة التي اعتمدتها الدول العربية أو عدم السرعة في تقبل العراق الجديد. أعتقد أن المملكة العربية السعودية ركزت أيضا وبشكل كبير على أن رئيس الوزراء هو شيعي، وكان هناك الكثير من التردد والحساسيات المتعلقة بنفوذ إيران داخل العراق، لأن إيران طبعا هي المنافس الاستراتيجي والأهم للمملكة العربية السعودية التي تسيطر على العالم الإسلامي. فكان هناك الكثير من التردد لدى الحكومات العربية، مما أخر التقدم الذي كان من الممكن أن تصل إليه العراق، لأن المملكة العربية السعودية ترددت في تقبل العراق. دول أخرى كمصر مثلا كانت من أول الدول العربية التي أرسلت سفيرا إلى بغداد، وكما نتذكر موت السفير المأساوي بعد أن تم استهدافه، ولكن هذا لم يمنع مصر من محاولة الانفتاح على العراق. وهذه المشكلة كانت مشكلة بالنسبة للمملكة العربية السعودية. طبعا عندما نتكلم عن الكويت هناك مشاكل عالقة كبيرة ما زالت أساسية وتؤثر على العلاقة بين العراق والكويت. وبشكل شخصي أعتقد أن هذه المسألة هي من أهم تحديات وزارة الخارجية في العراق والسياسة الخارجية العراقية بعد تشكيل الحكومة، لأن الوقت حان لوضع حد لكل المشاكل التي ما زالت عالقة بين العراق والكويت لتحل في أقرب وقت ممكن. وأعرف أن العراق ما زالت تدفع أرقاما باهظة، أعتقد 1.2 مليار دولار، يمكن للسيد الوزير أن يصححني، وذلك ل تعويض عن الضرر الذي حصل في الكويت. والكويت ليست مستعدة أيضا لأن تضع حدا أو تساهم في وضع حد لتطبيق الفصل السابع، وبالتالي هناك الكثير من المناكفات بين الدولتين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والكويت يجب أن يتوصلوا بطريقة ثلاثية، ربما عبر آليات ثلاثية، إلى حل هذه المشاكل العالقة. أعتقد أيضا أنه بعد تشكيل الحكومة يمكن تعزيز هذه الأمور. نعم سيد الوزير، يعني أولا هل في تقديرك تحكم الهاجس السني الشيعي في مدى قبول الدول المصنفة، يعني الدول السنية للعراق الجديد، والخوف من أنه سيكون عراقا شيعيا انتقاما لمرحلة سابقة في العراق؟ هل هذا ما أخر الاعتراف الرسمي الفعلي من قبل دول عربية عديدة بالنظام العراقي الجديد؟ تحديدا نتحدث هنا عن السعودية. لا، هو التغيير الذي حصل في العراق في عام 2003 ودخول القوات الأجنبية والأمريكية وعملية الاحتلال، وهذا بالتأكيد لم يكن مقبولا ومرغوبا لدى هذه الدول، ولم تتعاطى مع رغبة العامة للشعب العراقي في قبول النظام الجديد، كما أثبت الانتخابات التشريعية بأن غالبية الشعب العراقي تبنت النظام الديمقراطي الجديد. وهذه الدول كانت مترددة ومتحفظة في التعامل مع الوضع، لكن الوضع تغير كثيرا. العراق لم يعد معزولا عن محيطه والعالم العربي وفي علاقاته وتواصله، وحاليا في بغداد هناك 11 بعثة عربية، وهناك طلبات من بعض الدول العربية الأخرى لإرسال سفراء
بعد تشكيل الحكومة القادمة قريبا. وأيضا العراق سيستضيف القمة العربية القادمة يعني حسب حقه واستحقاقه في منظومة جامعة الدول العربية. العراق شارك مؤخرا في ليبيا في الجماهيرية. نعم، أريد أن أسألك عن هذه المشاركة بعد قليل لمراجعة ميثاق الجامعة. بالنسبة للعلاقة مع السعودية، العراق لديه سفارة في وسفير في المملكة العربية السعودية، وقبل هذا السفير وبشكل محترم ويقوم بمهامه. وأيضا لدينا قنصلية في جدة. التواصل مع المملكة العربية السعودية لم ينقطع ومستمر، ولو أنه هو دون طموحنا ورغبتنا. نعم، السؤال هو عن الحضور السعودي في العراق وليس الحضور العراقي في السعودية. خادم الحرمين الشريفين مؤخرا لعدد لا هو من جانبين. أيضا إذا الجانب السعودي لا يعترف بالواقع العراقي بالوضع العراقي لا يقبل هذه الأمور، هذا من جهة أخرى. فهناك تردد، هناك توجس، وهناك ترقب لما ستسفر عنه. نعم، ليست لدينا سفارة سعودية، ليست لدينا تمثيل سعودي، ولكن هذا لا يعني بأن السعوديين لم يزوروا بغداد. أو نعم، ولكن هل الخوف أمني أم خوف طائفي أم خوف سياسي أم ما طبيعة الخوف السعودي من العراق الآن بكل وضوح؟ هل يتخوفون من تسليح الجيش العراقي أيضا؟ لا هو السبب الظاهري هو أمني بسبب انعدام الأمن، ولكن الحكومة العراقية والقوات الأمنية وفرت الأمن لعشرات البعثات والسفارات العربية والأجنبية في بغداد. ولكن موقف سياسي أنا في تقديري، وموقف يعني ليس أمني صرف. يعني السعودية عملت في دول في بلدان كانت فيها حروب وحروب أهلية ولم تغلق بعثاتها أو سفاراتها. طيب بشكل واضح سيد الوزير لو سمحت لي بالمقاطعة، هل تعتقد أن العراق قام بما يكفي لطمأنة السعودية لطبيعة دوره العراقي والإقليمي والدولي؟ هل طمأنها بما يكفي لتقبل به بالطريقة التي تريدونها أنتم؟ لا، حقيقة نحن قمنا بما هو مطلوب مننا لتطمين المملكة وبقية الدول بأن العراق الجديد سوف يكون عراق مسالم ملتزم بمبادئه بمحيطه بثوابته الوطنية والقومية وبامتداداته العربية والإسلامية. ليس هناك خوف أن العراق أصبح ضيعة إيرانية أو تركية، لا، تصور الشعب العراقي ملتزم بهذه الثوابت، ويتوقع أيضا من أشقائه وفي المقدمة المملكة العربية السعودية. ومثل ما تفضلت، مصر قدمت ودخلت بقوة في الوضع العراقي من حيث التمثيل والتواصل. نتوقع من الأخوة في المملكة أيضا أتصور يعبروا حالة هذه التردد، وخاصة بعد تشكيل حكومة وطنية جامعة ممثلة لجميع العراقيين على ضوء النتائج والانتخابات. بعدين نعم، يعني هل تشير بذلك إلى خوف يعني كان خيارات هذا البلد؟ حقيقة هو قرار عراقي وليس نعم، يعني درجة تمثيل السنة في العملية السياسية العراقية كانت مسار هواجس لدى السعودية. هل تعتقد يعني بعد الفترة الأخيرة والزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون عراقيون إلى السعودية مؤخرا واستقبالهم على أعلى المستويات، هل تزيل هذه الهواجس السعودية حيال حجم مشاركة السنة في العملية السياسية العراقية؟ دقيقة لو سمحت قبل الفاصل. لا، أولا السنة المجال كان مفتوح أمامهم من اليوم الأول للمشاركة، ولكنهم رفضوا وقاطعوا، ومؤخرا شاركوا وبقوة، وبالتأكيد سوف يحصلوا على جميع امتيازاتهم وحقوقهم واستحقاقاتهم. لذلك لم تعد هذه حجة بعدم أو مقاطعة السنة وعدم تمثيلهم. أتصور أن الحكومة القادمة سوف تكون ممثلة للجميع. نعم، فاصل أخير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، فابقوا معنا.
الجزء الأخير من ساعة حرة. سيد وزير الخارجية العراقية هشام زباري، أريد منك يعني باختصار شديد لو سمحت في موضوع الكويت الذي تطرق إليه سكوت كاربنتر، ما هي الخطوة المقبلة في العلاقة مع الكويت؟ موضوع التعويضات وغيرها. نعم، هذا الموضوع أحد المواضيع اللي كان بالإمكان معالجتها وحسمها، يعني وفق القرارات الدولية وفق التعاون المشترك بين البلدين، ولكن لم نستطيع من إنجاز هذا الأمر حقيقة. المتوقع من الحكومة القادمة أن تهتم بهذا الموضوع وتخليه على جدول أولوياتها، لأن الموضوع صريح وواضح، هناك مشاكل وقضايا يعني لم تحسم بعد، ولو أنه القرارات الدولية واضحة. المطلوب هو إعادة توكيد العراق على التزامه بقرار مجلس الأمن 833 حول الحدود المشتركة والدولية بين العراق والكويت. هذا هو مفتاح الحل والمدخل من الحكومة العراقية الديمقراطية الدستورية المقترحة. وهناك قضايا أخرى حول الحدود البحرية، وهناك مسائل تتعلق بالتعويضات وقضايا إنسانية ممكن معالجتها في تقديري بالتفاهم المشترك. لا نعتقد بأن لدينا أزمة مع الكويت، ولكن لابد من معالجة هذه القضايا بروح مسؤولة. نعم، أيضا باختصار أريد منك يعني بالحديث عن دور تركيا في العراق، كيف تقيم هذا الدور؟ هناك يعني اليوم هناك في إقليم كردستان وفد تركي كبير، وحديث من رئيس حكومة الإقليم السيد برهم صالح عن فتح أو سعي العراق لفتح معبرين حدوديين جديدين مع تركيا لرفع مستوى التبادل التجاري. في أي سياق يأتي الدور التركي؟ هل في سياق محاور إقليمية أم تعاون تركي عراقي ربما يمتد إلى سوري لبناني أيضا في سبيل مواجهة تحالفات أخرى؟ والله أخي حسين، هذا سؤال طويل وعريض، ما أستطيع أن أجاوبك بجملة أو جملتين. هذا الموضوع معقد. صحيح هناك توجه إيجابي من الحكومة التركية في التعاطي مع الإقليم، مع الوضع بالعراق، ولكن هناك أيضا أجندات تركية معينة للتأثير على الأوضاع السياسية في العراق، وهذه حقيقة. وهناك تنافس حول مستقبل العراق، حول التأثير في قضايا تخص العراقيين، وهذه تدخل أيضا مثل شأن الدول الأخرى من جانب التدخلات. فمن الجانب الإيجابي نعم نلاحظ هذا الموضوع، من الجانب الآخر لا، هناك حقيقة أجندات سياسية يعني تطبخ وتعمل وتخرج بطريقة لا أعتقد أنها في مصلحة العراقيين ككل. أنت قلق سيد وزير الخارجية العراقية، أنت قلق من خلفيات الدور التركي في العراق الآن؟ لا، من كل الأدوار الإقليمية وتدخلاتها في الشأن الداخلي العراقي أكون قلق بالتأكيد، كمسؤول يدافع عن سيادة واستقلال وحرية العراق. بالتأكيد أتخوف من كل المحاولات الإقليمية للتدخل والتأثير على الوضع السياسي الداخلي العراقي، وأتصور هذا تخوف مشروع. نعم، سكوت كاربنتر، يعني أريد منك بدقيقة ونصف لو سمحت ليس أكثر، يعني في موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق، هل تتوقع أن يتم في موعده رغم الأزمات السياسية المتكررة؟ وهل إذا كان لديك ما تضيفه إلى وزير الخارجية أيضا تفضل. نعم، أعتقد أن الانسحاب سيستمر على الوتيرة التي تم اتفاق عليها، ولا أرى داع لتأخيره، ولا أرى أيضا مشكلة فيما يتعلق بتأخر تشكيل الحكومة. أذكر أن الحكومة السابقة أيضا لم تشكل إلا بعد 6 أشهر، والعملية الآن أكثر تعقيدا، فقد تتطلب المزيد من الوقت. ربما لا أتمنى ذلك، ولكن هذا ما أتوقع. ولا أعتقد أن هذه العملية تقلق أحد في واشنطن أو من إمكانية تغيير خطط الانسحاب. فمن هذه الناحية برأيي الأمور تسير على ما يرام.
مسألة أخرى سأراقبها عن كثب تتعلق بجنرال بيتريوس الذي كان قائد المنطقة الوسطى الذي سيتوجه إلى كابول، وهو كان يلعب دورا أساسيا في واشنطن لإبقاء العراق على جدول الأعمال السياسي، وعندما ينتقل إلى كابول أتساءل من سيكون القائد الجديد للقيادة الوسطى، وإن كان هذا الشخص سيركز على العراق كما ركز جنرال بيتريوس. نعم سيد زباري، أيضا أريد منك قبل أن نتحدث عن الانسحاب الأمريكي باختصار شديد عن موضوع سوريا، هل تحسن دورها في العراق بالنسبة إليكم؟ لا، وهناك اتصالات، هناك لقاءات، حتى قبل يوم أو يومين كان وزير المالية العراقي الأخ باقر جبر الزبيدي في زيارة إلى سوريا إلى الشام. كان زيارة مالية أم سياسية؟ لا زالت القضايا غير محلولة حقيقة في التعامل بين بلدين، حقيقة لا أعرف بها حتى أكون صريح ودقيق معك. أنا لم أكن هنا، كنت في زيارة في ليبيا، فلذلك لم أطلع على تفاصيل هذا الموضوع، لكن أجرى لقاءات مع نظيره ومع رئيس الوزراء السوري. يعني هناك مشاكل لا زالت عالقة، نتأمل حلها ومعالجتها، والوضع الطبيعي هو أن تكون العلاقات العراقية السورية طبيعية بلا شك. نعم أيضا بدقيقة سيد الوزير، يعني مشاركتك في ليبيا ورئيس طالباني شارك والتقى العقيد القذافي، هل طرحت مسائل تتعلق بدعم ولو معنوي سابق من القذافي لبعض المجموعات العراقية الرافضة للعملية السياسية والتي كانت زارته قبل القمة العربية الأخيرة؟ لا، الزيارة كانت ناجحة، ومشاركة العراق في القمة الخماسية توكيد على دوره وموقعه وعدم عزلته كما يشاع من قبل بعض السياسيين وبعض الأخوة الناطقين بالإعلام. زيارة كانت ناجحة وكانت يعني مركزة على تعديل آليات عمل منظومة العالم العربي المشترك ومنظومة جامعة الدول العربية، لكن أيضا صار حديث مع العقيد القذافي حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وبين ليبيا، فوعد بإرسال وفد دبلوماسي ليبي لاستطلاع الأمور ولإمكانية إعادة فتح السفارة الليبية في بغداد، وأعتقد هذا مكسب آخر للدبلوماسية العراقية ولسياسة الحكومة في الانفتاح على الجميع بغض النظر سيد الوزير عن بعض المواقف هنا وهناك. هل لديكم أي قلق فيما إذا كانت الأزمة السياسية في العراق إذا ما طالت أكثر من اللازم يمكن أن تؤثر على موعد الانسحاب الأمريكي؟ هناك بلا شك، يعني حتى نكون صريحين وواضحين، يعني هناك ترابط غير منظور، ولو أن سياسة الإدارة الحالية هو الانسحاب في 31 آب بسحب جميع الوحدات القتالية وإبقاء 50,000 من قواتها إلى عام 2011 حسب الاتفاقية الأمنية، ولكن إذا لم تتشكل حكومة إلى ذلك الوقت وهناك اضطرابات وتوتر سياسي وأمني داخلي، بالتأكيد هذا راح يؤثر على هذه المواعيد، يعني مباشرة أو غير مباشرة. نتوقع تحرك أممي ودولي وأمريكي قريبا لتشجيع ولمساعدة العراقيين والسياسيين للتسريع في التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة. يعني بالتأكيد وجود حكومة قبل الانسحاب غير عدم وجود حكومة مع الانسحاب، يعني هذا موضوع أتصور أي سياسي يستطيع أن يحكم عليه. نعم أريد منك يعني نصف دقيقة في موضوع الفصل السابع، متفائل بتحقيق نتائج أكثر إيجابية للعراق الخروج كاملا منه؟ نعم حقيقة مؤخرا قدمت مسودة لمشروع قرار جديد لتخليص العراق كلية من التزاماته بخصوص نزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل، وهذا النص يوزع حاليا على أعضاء مجلس الأمن، وحققنا تقدمات في مجال برنامج النفط مقابل الغذاء في مواضيع أخرى
حتى مع الكويت هناك تصور واضح. فأنا متفائل إن شاء الله في الحكومة القادمة أو الحكومة الجديدة سوف تتمكن من إنهاء هذا الموضوع ويستعيد العراق كامل عافيته في نعم. ما العالم. متى تتوقع تشكيل الحكومة؟ صعب الإجابة على هذا السؤال أخ حسين حقيقة، يعني كل واحد يستطيع أن يتنبأ، ولكن الأمور ليست مستحيلة ولكن ليست هينة في نفس الوقت. طيب عندي سؤال آخر. في الأيام القادمة تحرك سياسي أكبر وأنشط. نعم. على عندي سؤال أخير، يعني لا أعرف إذا كان أسهل أم أصعب، هل ستكون وزيرا للخارجية في الحكومة المقبلة أم أن هذا المنصب سيخرج من الحصة الكردية إن صح التعبير؟ هذا الموضوع خاضع للمفاوضات ولرأي قيادتي اللي هي قيادة التحالف الكردستاني، هي الجهة التي تقرر بالنسبة لموقعي أو وضعي أو وضع أي واحد ممثل آخر بالتحالف. نعم، يعني إذا أردت منك أن تختصر بأقل من دقيقة السبب الرئيسي لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن، هل هي أسباب داخلية بالكامل؟ هل تسمعني سيد الوزير؟ للأسف يعني لا يسمعنا سيد وزير الخارجية. سكوت كاربنتر، يعني لدي دقيقة أخيرة، هل أسباب عدم تشكيل الحكومة العراقية هي أسباب داخلية بالكامل أم خارجية بعضها؟ It's all internal. كله داخلي. النظام الانتخابي العراقي قد شتت التمثيل في البرلمان، والائتلافات التي تتناقش بتشكيل الحكومة ليست ائتلافات طبيعية بل مصطنعة، وبالتالي قدرة التوصل إلى تحالفات لتشكيل الحكومة متعددة جدا، وبالتالي تتطلب وقتا طويلا قبل التوصل إلى تشكيل الحكومة. على سبيل المثال، عندما السيد المالكي والسيد علاوي يجتمعان فهناك إمكانية أن يتفقا على تشكيل حكومة بينهما، ولكن بعد ذلك وكل ما يحصل في نينوى والحزب الكردي يتدخلون، فلا أعتقد أن هذا الائتلاف سيستمر. سيتطلب الأمر وقتا طويلا لكنه داخلي. شكرا جزيلا لك سكوت كاربنتر من نيويورك، وشكرا لمعالي وزير الخارجية العراقي هشار زيباري الذي كان معنا من بغداد. شكرا لكم مشاهدينا للمتابعة، وإلى اللقاء.